إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، الحديث إلى آخره. فالربا من السبع الموبقات، السبع المهلكات، تدمر الاقتصاد، تدمر البلاد، تصيب العباد بالفقر. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤيا المنامية آكل الربا يسبح في نهر الدم فاغرا فاه، ومن الجهد يفتح فمه كلما اقترب من الشاطئ، وعلى الشاطئ رجل جمع أحجارا، كلما اقترب السابح آكل الربا من الشاطئ كي ينقذ من هذا بحر الدم، الآخر يلقمه حجرا يرده ثانية إلى نصف البحر، كلما حاول يرجع. وهكذا يفعل به ليوم القيامة. الربا مدمر، الربا مهلك.